يا أهلا وسهلا. من أكثر الفواكه اللي أحبها اللي هي البطيخ، بالذات في الصيف صايرين ناخذ البطيخة هذه المدورة وتكون الأخضر، كل ما كانت أخضر غامق تكون حلوة وحمراء، يعني هذه المعلومة أخذتها من الإنترنت. وكمان البقعة اللي تكون هنا كل ما كانت صفرة وليس بيضة حتكون برضه حمراء وحلوة، فإن شاء الله هذه تطلع كده حمراء وحلوة. يلا بسم الله. فأنا هقطعها عشان أبردها. ماني مستحكمة وأنا بصور. أيوة ما شاء الله.